ست نقاط من مباراتين قبل مباراة السوبر. النهاردة النادي الأهلي بيحقق فوز على نادي أسوان المجتهد بهدف نظيف. عندنا كلام كتير جدا نتكلم في هذا الأمر وموضوعات كثيرة، ولكن خليني أقول إن الأهلي خد ست نقاط من مباراتين. الحقيقة عجبني جدا مارسيل كولر النهاردة. مارسيل كولر في كلامه بعد المباراة في المؤتمر الصحفي عندما تحدث قال طبعا احنا المباراة كانت صعبة، ولكن احنا صعبنا المباراة اكتر على نفسنا، ولانه كان من الممكن ان احنا ننهي هذه المباراة بهدف واثنين وثلاثة واربعة، ولكن انت صعبت المباراة على نفسك بان انت احرزت هدف من ركلة جزاء صحيحة 100%. بأحيي عليها حكم اللقاء كابتن احمد الغندور. بالمناسبة هي لو مش ركلة جزاء كنا هنقول ان هي مش ركلة جزاء بالمناسبة، يعني لو كان ده حصل، لكن هي ركلة جزاء واضحة جدا لأي حد، يعني لو حد معدي من بره شايف ان دي ركلة جزاء. اذا ركلة جزاء صحيحة 100%، وتم احتسابها، احرزها علي معلول هدف المباراة الاول والوحيد. طيب ايه اللي حصل بقية المباراة؟ كان من الممكن ان تنتهي هذه المباراة بأربعة أو خمس أربعة خمس أهداف، النادي الأهلي يستطيع أن هو يقدر يكسب هذه المباراة بهذه النتيجة، ولكن للأسف الشديد الأمور ما كانتش على أفضل ما يكون. عندنا لسه بناء طبعا على كلام مارسيل كولر نحن لسه عندنا بعض العيوب وبعض السلبيات الواضحة، لكن إيه اللي هيحصل؟ هنظبط، هنحاول أن احنا نظبط، ونحاول دايما أن احنا ناخد الحاجات الإيجابية ونتكلم فيها، لكن السلبي كلنا عارفينه وكلنا بنتكلم فيه. لكن المباراة النهاردة كان فيها مكاسب عديدة الحقيقة، منها عودة بيرسي تاو، استمرار استعادة جهود اللاعبين العائدين من الإصابة واكتسابهم لفورمة الملعب، كمان واضح إن كولر في دماغه بعض الأفكار الفنية بيحاول يطبقها ويجرب بعض اللاعبين فيها. يعني النهارده كان واضح وصريح في المؤتمر الصحفي، قال انا سعيد بالفوز، طبعا ايا ما كان الفوز. هو هذا الرجل عنده عقليه واضحه جدا ان هو ما عندوش مشكله في ان احنا نبقى وحشين، او مش ما عندوش مشكله، المهم اكسب وبعد كده اشوف ايه السلبيات اللي عندي واحاول ان انا احولها لايجابيات، لانه قال ان في حاله عدم تركيز في مواقف دفاعيه ادت لهجمات على النادي الاهلي. هايل هايل لكولر طبعا، وكمان كان في عدم تركيز في انهاء الهجمات. كلنا متفقين مع كولر على هذا الكلام. هل في حد اهلاوي مش متفق على هذا الكلام مع كولر؟ لكن هنعمل ايه؟ هنشتغل على الكلام ده خلال الاسبوع اللي جاي. بعض الناس كانت بتقول ان ده تاثير مباراه السوبر. كولر قال بشكل صريح وواضح، عمري ما فكرت في المباراة التالية قبل ما تنتهي المباراة الحالية. وبعدين كولر قال انه من اول ما قعد وكل اي ما يتقابل مع اي حد في الشارع يقولوا له ماتش الزمالك. طبعا مباراة الزمالك دائما بتكون مباراة مهمة جدا جدا جدا، مباراة مهمة من الناحية المعنوية ومن الناحية كل حاجة الحقيقة. طبعا مباراة الزمالك مباراة مهمة جدا لكلنا كأهلاوية وكزملكاوية، برضو بيقعدوا مستنيين مباراة النادي الأهلي، بيقعدوا نفسهم يكسبوا النادي الأهلي، أيضا النادي الأهلي نفسه يكسب مباراة الزمالك. ده الديربي، دي الحياة اللي احنا دايما عايشينها، ده اللي احنا دايما بنشوفه في كرة القدم. وبالتالي اللي بقوله لحضراتكم أو اللي بيقوله كولر، لكن زي ما بيسألوني هو بيقول كده، يعني زي ما الناس بتسألني عن الماتش اللي جاي، طب هم ليه ما بيسألونيش عن الماتش الحالي؟ هي دي الفلسفة بتاعت كولر، ان انا لما اخلص الماتش اللي انا فيه دلوقتي يبقى خلصته ابتدي افكر في المباراه التاليه. وبالتالي هو بيقول ان انا مش هقدر اخش جوه دماغ اللاعبين واتكلم معاهم واقول لهم شيلوا الماتش اللي جاي من دماغكم. قال لك هي مش بتاعتي. وقال ان كمان ان تغييراته النهارده لم يكن لها اي علاقه بمباراه الزمالك.